التواصل مستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء عشاق الاصاله والتراث. هكذا تستمر الانطلاقات في هذا اليوم ضمن تحديات التمهيدي السادس لسن الايداع في هذا اليوم من مسافه الخمسه كيلومترات. شوطنا السابع عشر الخاص بالابكار المحليات الاصاله، الانطلاقه موفقه نتمناها للجميع. أسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة الأولى هنا على المقدمة. أصيل غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي على المركز الأول والبداية الأولى، بينما النغلة على المركز الثاني. وفي المركز الثاني عندنا سحابة مسلم بالطير بن سهيل العامري مع المركز الثاني، بينما ناخذ الوصول مع المركز الثالث والقادمة السايحة صالح بن محمد بن قابض الطريجي مع المركز الثالث، بينما في رابع المراكز وهناك على رابع المراكز شعار عبد خليفة بن محمد بن يبيع السبوسي مع غازية اللي تحتل المركز الرابع، بينما في خامس المراكز الواصلة هنا كيف سهيل بن حليس بن راشد الافتبي مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس البرمجة سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري متواجد على المركز السادس، بينما في سابع التحديات يتقدم هنا شعار بن دري مع هجر احمد بن سعيد بن دري الفلاحي متواجد على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز وفي ثامن التحديات راغب هنا شعار هذا بن كديده ولا راغب لي هذا الشعار شعار بن كديده على ما اعتقد اللي ياتي على المركز ايضا الثامن من خلال هذه المسيرة، بينما في تاسع المراكز وهنا بنت وبران وبن نوح بن أحمد البلوشي، بينما في عاشر المراكز هنا تتقدم كحل القادمة في هذه اللحظة لحمد بن محمد بن سيف النعيمي على المركز العاشر. هذه النتيجة هكذا ندائنا للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات في تحديات هذا المسار. لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة الأولى. مستحد تهتم ما
وقع وال التحطيم اسعار يتعب على الناموس ما له بغيره. عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول وصداره، وهنا اصيل غدير بن سعيد من غدير الاكتبي في مقدمه الشوط، والبدايه بينما القادمه غازيه خليفه بن محمد بن يبيع السبوسي مع المركز الثاني، بينما ناخذ اللي قادمه مع المركز الثالث، هذه هي شفوق، شفوق القادمه ناصر بن فايل بن حمد الزرعي قادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما في المركز الرابع هذه القادمه الان البرمجه عيلان او سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري قادم في الكيلو والمتر الاخير، في الكيلو والمتر النهائي بدأت جولة الأوامر، بدأت التعليمات الآن. الله 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 الله، الثمانية مئة متر الأخير، وهنا على المقدمة أصيل، أصيل نوعية ممتازة، نوعية على المقدمة على المركز الأول في هذه اللحظات، غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي. الله عينه على النقطة الثانية، عينه على النقطة الثانية، بينما هنا شفوق القادمة، شفوق القادمة ناصر بن فايل بن حمد الزرعي، بينما برمجة، برمجة على المركز الثالث تتقدم بشعار سعيد بن عيلان المهيري وبن يبيع قادم. الله 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 على هذه المنافسة، ولكن برمجة، برمجة كل التوقعات وراحت بالفوز، راحت 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 برمجة الشوط وراحت بالناموس، راحت بالناموس يلا هالي العين، يلا هالي العين. شفوق قادمة ناصر بن فايل بن حمد الزرعي، يا سلام يا سلام، سلام إلى العين، سلام سلام إلى العين، سلام، تحية 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 إلى هالي العين، يستاهلون هذا الفوز، يستاهلون هذا الانتصار. هذه برمجة أهدت سعيد بن عيلان المهيري هذا الفوز. المركز الثاني وصلت اللي هي أصيلة، أصيلة لغدير بن سعيد بن غدير الاكتبي. المركز الثالث كان الوصول من شفوق لناصر بن فايل بن حمد الزرعي. التوقيت الزمني على